ما يتعلق بالتحقيق في فاجعه التيرودنت، هذا السؤال سبق لي ان طرح علي وقلت ليست لدي معلومات في الاسبوع الماضي، ومن بعد كان عندي مع السيد، طرحت الامر على السيد رئيس الحكومه واللي اكد بان الامر راه موضوع تحقيق قضائي والنتائج راه يعلن عنها في الاطار ديالها المؤسساتي. وبالنسبه للحكومه هنالك كما اعلن السيد رئيس الحكومه اليوم، هنالك الان زيارات انطلقت وستتواصل للقطاعات الحكوميه المعنيه من اجل تحديد هذه القائمه ديال المخاطر المرتبطه خاصه المجاري ديال الويديان. ولو واحد الوادي يقولوا لنا 100 عام ما وقعش فيه فيضان، حتى هذا بالنسبه لنا راه موضوع تتبع ويقظه. وفي نفس الوقت وضع مخطط لنقل البنايات من مؤسسات تعليميه او اي بنايه او اي مرفق ان يقع نقله من المجاري ديال الويديان. ولو ايضا يقولوا لنا راه 100 عام ما وقعش فيه فيضان. هادو جوج ديال الاجراءات اساسيه، فضلا عن الاجراءات الاخرى التي تحدثت عنها سابقا.